السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك المسبوق صلاة الجمعة لكن بعدما اعتدل الإمام من الركعة الثانية، فهل ينوي أنها صلاة ظهر؟ نعم، ينويها عند تكبيرة الإحرام أنها صلاة ظهر، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بصلاة ظهر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،